100 research papers. He's the co-editor of 4 books. And his research is cited in more than 50 publications in the world. Dr. Hussein, as a senior to you, and now I feel so humble in front of you, and a friend for the last 25 years, I congratulate you and congratulate the Kuwaiti people for having such a sincere and hardworking son. Now, if I may be able to do all that in Arabic. عرفت الدكتور حسين دشتي في سنة 1975 بعد تخرجه من جامعة بومبي حين أتاني إلى المستشفى الأميري كمقيم. حينها لاحظت خاصية معينة في هذا الإنسان، هذا الشاب الصغير، كان ولعا في الجراحة، كان لا يتوانى في السهر والعمل، وكان يقرأ ويناقش. في حينها لم يكن هنالك أي نشاط علمي مذكور في البلد، فبدأنا كمجموعة صغيرة من الشباب في المستشفى الأميري ننظم المحاضرات الصغيرة، وتارة هو يحضر حاجة وتارة أخرى أنا أحضر حاجة أخرى، وبدأنا نعلم بعضنا. ومنذ ذلك الحين اكتشفت شيئا آخر في حسين دشتي، حبه للعلم وحبه للبحث والدراية. وحين انتهت فترته معنا في الجراحة سألني سامي، أريد أن أكون الطبيبة باطنية. قلت له حسين، أنت ستكون جراحا ويجب أن تحاول أن تكون جراحا. بعدها سمع النصيحة، وحين فتحت مستشفى الفارانية برئاسة قسم الجراحة برئاسة دكتور أبو جبل، ذهب واشتغل مع هذا الرجل الطيب وبدأ مشواره في الجراحة. حينها غادرت أنا إلى أبردين مبعوثة من الحكومة الكويتية مشكورة للتدريب على زراعة الكلية وجراحة الأوعية الدموية وكتابة أطروحتي في زراعة الكلية. في غيابي زار الكويت بروفيسور بنمر من السويد، وهذا الرجل اكتشف أن هنالك إنسانا بين الشباب الموجودين ممكن أن يصلح لأن يكون باحثا، واختار حسين دشتي وقال أريد أن أدرب هذا الإنسان عندي. في وقتها كان المسؤول عن الأبحاث وعن البعثات والدراسات العليا الدكتور نور الكاظمي، فأخذه إلى الدكتور نائل النقيب وكيل الوزارة في حينه ولا وزير الصحة عبد الرحمن العوضي، وبينهم الثلاثة قرروا أن هذا الشاب ممكن أن يكون ذخرا للكويت، وقرروا ابتعاثه إلى السويد للدراسة. في السويد بعد بحث طويل وبعد سهر طويل لسنين، لحوالي 4 سنين أو أكثر، تمكن وبنجاح فائق أن يأخذ شهادة الدكتوراه. كان بحثه في أمراض الكبد، كانت بحوث في أمراض الكبد، ورجع إلى الكويت فخورا بما أنجز. حينها لم يكن هنالك جو علمي كبير ليقدروا معنى البحوث، كان الجراح يجب أن يمسك السكين ويقطع، لكن لم يكن هنالك المفهوم الباحث الجراحي، الباحث الذي ممكن أن يجلس المختبر وينتج بحوثا جراحية. وبقي لمدة حوالي سنتين يعاني ويأتيني إلى البيت ويشتكي لي حاله، كيف أنه قدراته لم تستعمل في بلده الحبيب. في ذلك الحين وبوجود العميد السابق رحمه الله دكتور عبد الرزاق ووجود نائب العميد الدكتور عبد اللطيف، تمكنوا وبوجود رئيس قسم الجراحة بأوكلوف تمكنوا من احتضان هذا الشاب، ودخل كلية الطب كأستاذ كمدرس سنة 1988. في 1989 حصل على زمالة كلية الجراحين العالمية، وفي سنة 1995 حصل على زمالة كلية الجراحين الأمريكية. خلال وجودي في كلية الطب تمكن من أن يبدأ برنامجا جديدا في البحث، فبدأ يدرس المعادن النادرة في الإنسان وتأثيرها في المرض. هذا الفرق في الطب لا زال الكثيرين جاهلين فيه، وبجهود حسين دشتي وأمثاله في العالم
بدأنا نفهم ما هي المعادن النادرة في الإنسان وكيف تؤثر في الأمراض المختلفة، فأنتج وأنتج وأنتج. ولبحوثه الكثيرة هنالك الكثير من زملائه في كلية الطب من دخلوا هذا المجال وأنتجوا كذلك، واستطاعوا أن نصلوا إلى مراحل في التدرج الأكاديمي. صرت أستاذا مساعدا سنة 1993، ثم صار رئيسا لقسم الجراحة بين 1996 و1998. حسين دشتي لم يكن باحثا فقط بس، ولكن لشخصيته الشفافة، لعلاقاته الطيبة بالبشرية، والابتسامته الدائمة، اكتشفه العميد الحالي الدكتور عبد اللطيف البدر وقال: هذا الباحث ليس باحثا فقط، وإنما إنسان، ويجب أن نستلمه مركزا إداريا. فسلمه مركز مساعد الأمين للشؤون الإدارية. كان هذا سنة 1994 لغاية 1998، وقد أثبت في حينه بأنه ربما من أفضل المساعدين الذين جاءوا إلى كلية الطب لحد اليوم، وعلاقاته الشخصية واضحة جدا من هذا الحشد الكبير الذي يحضرنا اليوم.